كانوا قاب قوسين أو أدنى من الشهادة التي سبقهم إليها زملاؤهم في المواجهات الأمنية ضد عدد من العناصر الإرهابية بالكيلو 135 على طريق الواحات، يتلقون العلاج من إصابات ألمت بهم أثناء أداء الواجب. لذلك حرص السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أن يأتي إليهم بمستشفى الشرطة ليطمئن على حالتهم الصحية ويتابع مراحل علاجهم. وكان التوجيه بتوفير أقصى رعاية ممكنة لهم حتى التماثل للشفاء، فهؤلاء رجال لا يهابون الموت، تصدوا بأجسادهم لرصاصات كانت تريد اغتيال الوطن، فكانوا هم الحائط حتى ولو كان الثمن الشهادة، بهامة مرفوعة تأبى الاستسلام وتصر على تطهير البلاد من دنس الإرهاب. وزير الداخلية أكد اعتزاز أبناء الوطن بما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدرك إدراكا كاملا حجم التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة، فالحرب على الإرهاب ليست بالهينة. وقال الوزير إن ما قدمه شهداء ومصاب الشرطة من تضحيات نابعة من يقين راسخ بسمور رسالة الأمن وعظم التضحية من أجل الوطن، ورسالة جهاز الشرطة أمانة في عنق رجالها الذين عاهدوا الله على تحمل المسؤولية لتحقيق الأمن والاستقرار.